لا طبعا هذا الامر يتعلق بالمؤتمر التاسيسي المؤتمر الاول يعني الرابطه ديال المهنيين المنضمين تحت لواء الحركه الشعبيه، وكما قلت بان هذا يعني هذا التاسيس او هذه المحطه كتدخل في واحد الديناميه اللي كيعرفها الحزب بعد ما تم تاسيس واحد المجموعه ديال الروابط، انا قلتها المحامون المهندسين الاطباء ايضا غادي نعطيو الانطلاقه ديالهم، واليوم هذه محطه من المحطات اللي هي المهنيين. وطبعا هذا يعني هذه الرابطه عندها اهميتها لانها يعني كتوجه لواحد الفئه من المواطنين اللي فعلا كيساهموا في الاقتصاد الوطني، لان ما ننساوش بان الاختيار ديال الدار البيضاء ايضا ربما عنده واحد الرمزيه في هذا الاتجاه. فاكيد ان هذه الرابطه ان شاء الله غادي تكون بقيمه مضافه للحزب، وغادي تكون واحد الرافعه ايضا للمرافعه على المهنه، وايضا بالنسبه لنا احنا كحزب وباعتبار ان يعني المهنيين يعني كيعرفوا الميدان اكبر، كيعانقوا الهواجس والانتظارات والمشاكل ديال هذه الفئه من المواطنين، فاكيد انهم غادي تكون عندهم واحد اللمسات واحد القيمه مضافه في التشريع وايضا في المرافعه على الحقوق وعلى الانتظارات ديال هذه الفئه من المواطنين. دابا احنا في مؤتمر او تاسيس اول، انا كنعتقد بان النقابه بوحديتها والرابطه بوحديتها النقابه يمكن كتقوم بواحد المهمه ديالها اللي كتعرفوها، ولو ان اليوم يعني يمكن نطرح واحد المجموعه ديال الاسئله اللي ما غاديش نقولها غير الضعف ديال النقابات من الضعف ديال الوسائط، يعني نقدر نقول حتى ضعف الاحزاب ايضا، وبالتالي فاحنا كنشوفوا هذه الرابطه ماشي ما كتمثلش النقابه اكثر ما كتمثل واحد الفئه اللي بغينا المرافعه، لان احنا شنو محتاجين اليوم؟ احنا في اليوم يعني في الفريق الحركي محتاجين ان نصنطوا لهذا يعني جميع فئات المجتمع، النبض ديال الشارع، لان اللي كيهمنا هو المرافعه والتشريع، لان باش نقول التشريع يمكن ما كنعطيوش الاهميه ديالو، لان التشريع هو فعلا اللي كيقدر يغير الحياه ديال المواطنين ويقدر ياثر فيهم ويقدر يحصل في اتجاه ايجابي.